مرحبا بكم في مستشفى الجامعة الذي شكر ثم في قسم الأمراض السارية. وتبقى لتوصيات سيد الأشراف وبالتحديد مذكرة السيد الوزير القاضي بتسخير قسم الأمراض السارية إلى قسم كوفيد بطاقة استيعاب تصل حتى 30 سرير إضافي أكسجين، وهذا يمثل دعم على مستوى المستشفى الجامعي الذي شاكر للقسم أمراض الصدرية اللي هو كذلك طبقا لمذكرة السيد الوزير مسخر كليا لمرضى كوفيد 19 بطاقة استيعاب توصل حتى 60 سرير. إذا طاقة الاستيعاب المتوفرة إن شاء الله بعد بداية استغلال قسم الأمراض السارية المسخر لفائدة أمراض مرضى كوفيد 19 باش تصل المستشفى الجامعي دي شاكر إلى نجم نقولوا 90 سرير. هذا معناتها مجهود استحثينا، مجهود كان على مستوى تنسيق بين مختلف المتداخلين، نشكرهم كإدارة عامة في وقت وجيز استحثينا كافة المتداخلين، كذلك مشكورة السلطة الجهوية، الإدارة الجهوية كذلك الصحة. هناك عمل كبير قاعد يقوموا به أعوان المستشفى قصد استباق كما تعرفوا الموجة الثانية اللي هي معناتها الناس كل قاعدة مجندة. نشكر كافة الإطارات الطبية والشرطة الطبية وكافة الأعوان الحق والإدارية كذلك على المجهود الإضافي اللي قاعدين يقدموا فيه في هذه الفترة الحساسة، وإن شاء الله إن شاء الله إلى حد الآن الحمد لله التكفل بمرضى بالمستشفى الجامعي الذي ثابت كوفيد 19 قاعد يتم على أحسن وجه، والحمد لله الطاقة الإضافية الطاقة السريرية ب 30 سرير متجه كان دعم هذا المجهود.